بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طالباتي طالبات الأدبي، موعدنا اليوم يتجدد مع درس آخر من دروس مادة العلوم الإسلامية، وهو بعنوان تكريم الإسلام للإنسان. ويتوقع منك عزيزتي في نهاية درسنا أن تحققي الأهداف والنتاجات التالية: أولاً، تبيني مظاهر تكريم الله تعالى للإنسان، وتوضحي موقف الإسلام من الإنسانية عموماً، وتشرحي أهمية القيم الكبرى التي شرعها الإسلام من حرية وعدل وكرامة إنسانية، وتحرصي على التزام هذه القيم في حياتك من كرامة وحرية وعدل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله عز وجل خلق الإنسان وكرمه وفضله على كثير من خلقه، وسخر له الكون، وذلك ليحقق مهمته التي أرادها الله له، وهي عمارة الأرض وتحقيق الاستخلاف. وأنزل الله إليه تشريعات تقر بحقوقه وتحفظ دينه وكرامته وتصون عرضه ونسله وماله، وكل هذا تأكيدا لمكانة الإنسان وكرامته. إذن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وفضله، ونتحدث اليوم عن صور ومظاهر تكريم الله للإنسان. وأول هذه الصور تمييز الإنسان خلقاً، إذا تمييز خلقه عفواً عن سائر المخلوقات. السؤال هنا: وضحي كيف ميز الله الإنسان عن سائر المخلوقات؟ كيف ميزه عن سائر المخلوقات؟ أولاً، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان معتدل القامة سوي الخلقة. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ومنحه العقل، وأعطاه عز وجل حرية الإرادة والاختيار. فقال تعالى: وهديناه النجدين، وخصه عز وجل بالبيان، ومعنى البيان هنا النطق والكلام والقدرة على التعبير والإقناع. قال تعالى: خلق الإنسان علمه البيان. وأيضا من مظاهر تمييز خلقه أن الله عز وجل أمر الملائكة بالسجود له تقديرا وتكريما. قال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الخطاب للملائكة. ولكن دعوني أوضح هذا الموضوع. السجود كلمة مشهورة تدل على العبادة والشكر، والسجود على رأيين: سجود حقيقي على سبيل التكريم والتقدير وليس العبادة، وهذا رأي، والرأي الآخر السجود معنوي بمعنى الإعانة والتثبيت. فالله سبحانه وتعالى وحده، والسجود له وحده عز وجل. فالسجود للملائكة، أو سجود الملائكة عفوا لآدم، تعني إعانة آدم وبني البشر عموما على الطاعة، وتثبيت المؤمنين على العمل الصالح. إذن السجود هنا يعني إعانة وتثبيت المؤمنين من البشر، من الملائكة طبعا. طبعا لو بدنا نحاول نجد ميزات أخرى للإنسان، الإنسان عن سائر المخلوقات كرمه الله سبحانه وتعالى باليدين، كرمه بما لم يعطي لغيره من الكائنات، كذلك الضحك والبكاء أيضا ميزات لهذا المخلوق الذي كرمه الله وفضله على سائر مخلوقاته. الصورة الأولى إذا ذكرناها من صور تكريم الله للإنسان، ميز خلقه عن سائر المخلوقات كما ذكرنا، وأيضا تسخير الكون له، وأنعم عليه بنعم ظاهرة وباطنة.
وكلفه الله سبحانه وتعالى بالانتفاع ب أولا جعله خليفة في الأرض. معنى كلمة خليفة بناتي معناها جيل يخلف جيلا، بمعنى هذا الجيل يموت ويأتي جيل آخر يخلفه في عمارة الأرض والانتفاع المشروع منها. وطبعا كما ذكرت سخر الله الكون للإنسان، قال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. طبعا كلمة أسبغ يعني أتم وأكمل، الله سبحانه وتعالى أكرم الإنسان وسخر له الكون، فأسبغ عليه بمعنى أتم وأكمل عليه النعم. النعم في الكون منها الظاهرة ومنها الباطنة، مثال ذلك الشمس والقمر والنجوم كلها نعم ظاهرة، السماء، المطر، الهواء اليابسة، طبعا هذه كلها نعم ظاهرة. وأيضا هناك النعم الباطنة، قد تعتبر ما هو موجود في باطن الأرض من معادن ودفائن وما في البحر من أيضا كنوز الله سبحانه وتعالى مكن الإنسان منها ومن خيراتها وكنوزها. قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. إذن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان بنعم ظاهرة وباطنة بتسخير الكون له. أيضا من صور ومظاهر تكريم الله عز وجل للإنسان بأن خصه بحمل الرسالات السماوية. الله سبحانه وتعالى عندما كلف الإنسان بالرسالة، الرسالات السماوية، عندما نزل الوحي على الأنبياء والرسل وهدى الناس لما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة، هذا من باب تكريمه لهم. دائما مظهر العبودية لله وحده هو مظهر تكريم. وطبعا الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان، هو الوحيد الذي حمل هذا التكريم وهو الرسالات السماوية والعبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى. طبعا قال تعالى في معرض هذا الموضوع: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لابد أن نبين أن ليس المعنى أن السماء والأرض والجبال رفضوا أو ردوا أمر الله ورفضوا حمل الرسالة، إنما هو الإباء والرفض الطبيعي لعدم اللياقة والقدرة والاستعداد لهذه المخلوقات في حمل هذه الرسالة السماوية. فحمل الرسالة السماوية هي أمانة وواجبة الأداء، والمعنى أنه لعظم شأن الرسالات السماوية بحيث أنها لو عرضت على السماوات والأرض الأجرام العظام كانت هذه الأجرام ذوات وكانت ذوات شعور وإدراك لأبت. إذن لو كانت هذه السماوات وهذه الأرض وهذه الجبال هذه الأجرام العظام لو كانت لها شعور وإدراك لأبت أن تحمل هذه الرسالة لعظمها وثقلها وأهميتها، ولكن الإنسان طبعا لاستعداده وقابليته تحمل هذه الأمانة على ضعفه عن حملها. إذن تكريم الله للإنسان بحمل الرسالات وبالعبادة وأمره بالطاعة والعبادة هو أيضا مظهر من تكريم الله عز وجل، كما ذكرنا العبودية هي مظهر تكريم للإنسان. إذن تحدثنا عن تكريم الإنسان وتفضيله، ولا بد أن نتحدث عن احترام الإسلام للإنسانية وموقف الإسلام من الإنسانية عموما. السؤال هنا: وضح موقف الإسلام من الإنسانية. أولا الإسلام شرع جملة من التشريعات، قوانين وأحكام، تصورات تحفظ هذه الكرامة للإنسان وتحققها وتمكنه من أداء واجبه،
وقد حفظ، وبذلك التشريعات هي حفظ الضرورات الخمس. ما هي الضرورات الخمس وما هي أهميتها؟ الضرورات الخمس هي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وقد حفظها وعد التعدي. إذن يعتبر الله سبحانه وتعالى أي تعدي على هذه الضرورات جناية وجريمة تستحق العقاب. أما أهمية هذه الضرورات فبحفظها تحفظ كرامة الإنسان، ويسعد الفرد والمجتمع، ويسود الأمن والاستقرار. مثلا بحفظ الدين، الله سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين. الله سبحانه وتعالى حفظ على الناس أديانهم، كل يختار وكل حر في اعتقاده، حتى في موضوع علاقتنا برب العالمين الله سبحانه وتعالى احترم الإنسان وجعل له حتى حرية المعتقد. أيضا حفظ النفس، فقد فرض الله عقوبات على الجرائم التي قد فيها تعدي على النفس الإنسانية، وما في تعدي على عقل الإنسان كالسكري والمخدرات وكالعرض بحد من حدود الله، وهو قذف القذف الذي هو عقوبة 80 جلدة لمن يتهم الناس بأعراضهم. وإذا من موقف الإسلام من الإنسانية أنه شرع هذه التشريعات، وأيضا لم يفرق الإسلام في احترام الإنسانية بين مسلم وغير المسلم. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، إذن بني آدم عموما مكرم عند الله سبحانه وتعالى بغض النظر عن دينه. الآن نتحدث عن القيم الكبرى في الإسلام. إذن للإسلام قيم كبرى يحتكم الناس إليها، وكلها تؤكد كرامة الإنسان. أهم هذه القيم الكبرى الكرامة الإنسانية. الكرامة الإنسانية بناتي تعني تكريم معنوي، كما ذكرنا كرمه الله بحمل الرسالات، بوجود الأنبياء، بالوحي، وتكريم ماديا بأنه هو المستخلف على الأرض، وأنه هو له مهمة إعمار الأرض. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالتكريم مطلق للبشر جميعا، وحفظ الكرامة الإنسانية هذا للناس جميعا بغض النظر عن دين الإنسان ولونه ولغته. وعليه أيضا أن يحرص على حفظ كرامته وكرامة غيره من البشر. إذن هذا بالنسبة للكرامة، أهم قيمة في الإسلام حفظ كرامة الإنسان سواء كان مسلما أو غير مسلم. أيضا الحرية بقيمة مقدرة في الإسلام. الحرية تعني قدرة الإنسان على القيام بالأمور التي لا تضر بالآخرين. فحرية الإنسان دائما تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. والحرية دائما عزيزاتي مرتبطة بالعلم، فكلما كان الإنسان أكثر علما كلما كان حرا برأيه وفكره، وكلما كان جاهلا كلما كان عبدا يسوقه الناس. ولكن الحرية هنا كمان يجب أن نبين أن الحرية المقصودة هنا حرية مسؤولة للفرد، بمعنى حرية تعني الاتزان وتعني الاعتدال، ولا تعني حرية بأن يكون الإنسان يعيش بلا ضوابط ولا قوانين تحكمه. فالإسلام ينظر إلى حرية الفرد على أنها نوع من التكريم، وينظر إليه على أنها حق له وواجب من الواجبات وفرض شرعي. وأيضا الحريات عديدة، حرية الاعتقاد والمذهب والدين، حرية التعليم، حرية الرأي والتعبير عن النفس. والإسلام أعطى للإنسان الحرية، وهذا تكريم له، كما ذكرنا الآية لا إكراه في الدين، هذا قمة تقديس حرية الإنسان حتى في معتقده. والحرية أيضا هي حق مطلق للناس جميعا وليس للمسلمين فقط.
وحارب الإسلام العبودية بكل أشكالها، حتى أنه جعل كفارة بعض المخالفات الشرعية تحرير العبيد. طبعاً الآن ما في تحرير العبيد، ولكن هذا كانت يعني مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية في الجاهلية. ويقال أنه الآن في بعض الدول الإفريقية النائية فيها نوع من العبودية، وجعل كفارة بعض المخالفات اللي هي تحرير العبيد وبابا من أبواب الأجر العظيم. آخر قيمة نتحدث عنها اليوم عظيمة في الإسلام وهي العدل. العدل هو خلاف وضد الجور والظلم، وتعني إعطاء الحق لأهله وافيا غير منقوص دون إفراط أو تفريط، سواء العدل مع المسلمين أو مع الكفار. إذن العدل مطلق مع البشر جميعا في كل حال وفي كل مكان، وهو من أعظم كرامات الإنسان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إذن العدل هو خلاف الجور والظلم، وهو مظهر من مظاهر كرامة الإنسان. أما تفسير الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، بمعنى لأجل الله ولأجل ثواب الله كونوا شهداء بالقسط، فاعدلوا مع الناس، ولا يجرمنكم أي لا يحملكم ولا يجعلكم شنآن قوم بغضكم أو كرهكم لأي قوم أو لأي أحد من الناس أن يكون سببا في أن تظلموهم وألا تعدلوا معهم. اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى، إن الله خبير بما تعملون. والإسلام سبق بتشريعات كل القوانين الوضعية والدولية والتشريعات الحالية بموضوع العدل. فالإسلام ميزت التشريعات فيما يتعلق بالعدل أنها تشريعات ارتبطت بشرع الله عز وجل، وأنها تشريعات تخضع لقانون الثواب والعقاب الدنيوي والأخروي. إذن يعني للمظلوم دعوة لا ترد عند الله، والإمام العادل أحد السبعة الذين سوف يظلهم ظل الله عز وجل في الآخرة، بمعنى حمايته ورعايته من قبل الله عز وجل يوم القيامة بسبب عدله. فميزات التشريع الإسلامي كما ذكرنا عن غيرها من التشريعات الدولية ارتباطها بشرع الله وخضوعها لقانون الثواب والعقاب في الدنيا وفي الآخرة، وكونها لها أثر آخروي في الآخرة يحاسب عليه الإنسان، فهذا أدعى إلى الالتزام بها في الحياة. كما ذكرنا وأكد على معنى الآية: لا يجرمنكم أي لا يحملنكم أن تظلموا غيركم، اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو أقرب إلى اتقاء عذاب الله تعالى. إذن العدل واجب مع الكفار، فكيف هو مع المؤمنين وهم أولياء الله وأحباؤه؟ إلى هنا انتهى درسنا، ولكن الدرس السؤال الرابع من أسئلة الدرس، أرجو استنتاج دلالة واحدة من كل آية من الآيات الكريمة على تكريم الإسلام للإنسان. قال تعالى: لا إكراه في الدين، والدلالة هنا حرية الاعتقاد والدين، صورة تكريم للإنسان. قال تعالى: ب خلق الإنسان علمه البيان، صورة التكريم هنا تمييز الإنسان وخلقه خلقه عفوا عن سائر المخلوقات. خلقه يعني الصورة التي جاء خلقه الله عليها بأنه ذو قامة معتدلة
إلى غيره من الأمور التي ذكرناها في موضوع تمييز الإنسان خلقا عن سائر المخلوقات. جيم، قال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، تسخير الكون للإنسان ينتفع به. هذا أيضا من مظاهر تكريم الإسلام للإنسان. وقال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. سجود الملائكة، إما إن كان حقيقة هو صورة من صور التكريم أو تثبيتهم وإعانتهم على الطاعة، هو أيضا من صور تكريم الله للإنسان. وأخيرا قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حمل أو تكليف الإنسان بحمل الرسالات السماوية وعبادة الله عز وجل هي صورة من صور تكريم الإنسان. أخيرا بناتي، يجب أن يحرص الإنسان أن يحفظ كرامة نفسه، ويحرص على الحرية المتزنة المعتدلة، ويجب أن يتحلى بالعدل مع الناس جميعا وليس فقط مع أهله وأقربائه وأهل وده. إلى هنا انتهى درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.